ريجيني، كواليس اللحظات الأخيرة للباحث الإيطالي في العاصمة المصرية. كيف بدأ رحلته؟ ومن أرسله؟ ولأي مهمة؟ ومن الذين التقاهم بين جنبات القاهرة؟ ما الذي أوردته الأجهزة الأمنية المصرية في تقاريرها السرية عن جوليو ريجيني قبل مقتله بشهر واحد؟ وما هو سر خطاب الانتربول الغامض الذي تلقته السلطات المصرية قبل اختفاء الباحث؟ ريجيني، القصة الغامضة بتفاصيل تخرج للعلن لأول مرة. ريجيني، القصة الغامضة، الجمعة 7:30 مساء، حصرياً على تان تي في.